الله يعطيك العافية كاتي ولانا، نعم مجددا من بلدية صبحة والدفيانة للحديث أكثر عن أيضا المشاريع الاستثمارية والمشاريع الخدمية المقدمة للمواطنين. مجددا معنا رئيس بلدية صبحة والدفيانة بخيت العيسى. سيد بخيت، حدثنا، نحن موجودون الآن بأحد المشاريع، أهمية هذه المشاريع. سيدي احنا الآن موجودين مشروع الصالة الرياضية متعددة الأغراض، القدم وسلة وطائرة ويد. هاي منحة من البنك الدولي، هذا المشروع يجى ليخدم قطاع الشباب ويلبي طموحاتهم بإيجاد مساحات تتناسب وممارسة الرياضات. هاي من ضمن المشاريع اللي قريب انه ينتهي ان شاء الله ونستلمه من المقاول. فاحنا عندنا مشاريع كثير غير هذا، طبعا عندنا مشروع مصنع خياطة كمان بدعم وغرف تبريد خضار فواكه من البنك الدولي. بالمقابل عندنا عدد من المشاريع، من ضمنها مشروع البئر التوازي. تعرف احنا منطقتنا زراعية وتحتاج مثل هاي المشاريع ورفضة وتنميتها، احنا ميزة استثمارية عندنا هي الزراعة. بالمقابل احنا كبلدية صبحة عندنا عدد من المشاريع اللي راح تساهم في تطوير البلدية ورفض خزينتها والتخفيف من نسب البطالة. فاحنا نتمنى بهالمئوية انه يزدهر بلدنا وقيادتنا بقيادتنا الهاشمية، الله يديمهم ويحفظهم جلالة الملك. واحنا بالنسبة لنا كبلدية صبحة والدفيانة ما راح نوفر من جهدنا جهد في سبيل تطوير وتحديث أي خدمات البلد. الله يعطيكم العافية. شكرا. نعم، أيضا للمزيد أكثر معنا أحد المواطنين من أهالي المنطقة، نتعرف عليه. السلام عليكم، خالد القطان معك. تزامنا مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية والبادية خاصة بالمئوية، بلدتنا صبحة وصبحية تتميز بأشياء كثيرة جدا جدا، منها مدخل الأعمدة. أنتوا شفتوه اليوم الصبح، شيء مفخرة، نظافة، شوارع وسيعة، إنارة، زراعة أشجار زينة، شيء يعني يفرح لها القلب. وتتميز بلدية صبحة الحمد لله رب العالمين والدفيانة بمنظر جمالي يشتهيه كل الجميع. وإحنا نقولكم زورونا زورونا وترون ما يسركم إن شاء الله باستمرار بعون الله تعالى. شكرا لك، أشكركم جميعا. نلتقي إذا أحد شباب المنطقة للحديث أكثر عن أهمية دعم البلدية للشباب. كيف ترى دعم البلدية لشباب أهالي بلدية صبحة والدفيانة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، البداية نرحب بكم ببلدية صبحة والدفيانة وأهلا وسهلا بكم. بالنسبة للقطاع الشبابي كنا نعاني سابقا من عدم وجود قاعات وأماكن مخصصة للشبابية، ولكن الآن بفضل الله سبحانه وتعالى تم تواجد عندنا قاعات شبابية وربط ما بين البلدية والشباب. ونحن شاكرين كشباب لرئيس البلدية عطوفة بخيت العيسى والكادر البلدية جميعا، وشكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. وأهمية يعني احنا شاهد قاعة متعددة الأغراض، كانت هاي القاعات موجودة سابقا، شو أهميتها حتى بتفعل من حركة الشباب وتبني إبداعاتهم أفكارهم مشاريعهم؟ مبدئيا وجود قاعات هنا، نحن كبادية كان نعاني من عدم وجود قاعات نمارس فيها نشاطاتنا الشبابية اليومية، ومنها الإبداعات الموجودة بالشباب البادية. والآن الحمد لله البلدية تدعم أي فكرة وأي إبداع عند وجود الشباب في هذه المنطقة بجهود البلدية كاملة. يعطيكم العافية. يا أهلا وسهلا فيكم، حياكم. نعم كاتي لانا، كما شاهدنا على أرض الواقع هذه الجهود البلدية تشمل كافة الأنشطة حتى الرياضية الشبابية التنموية الاجتماعية. هذا يدل على نجاح هذه البلدية والاعتماد على الذات في تنفيذ هذه المشاريع وخصوصا في هذه المناطق البلدية. شاهدنا منذ الصباح مع الزملاء فريق برنامج يوم جديد الميداني، زميلي رياض الشياب وزميلي معالي الحموري، قمنا بجولة ميدانية منذ الصباح على هذه المناطق. شاهدنا هذه المناطق الخلابة الجميلة والأبنية التي يعني ضمن حضارة وتقدم، ونحن على أعتاب المئوية الدولة الثانية. نعم، كل هذه الإنجازات والمشاريع الهدف منها هي تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وأيضا مواكبة متطلبات المرحلة في التطور والبناء لإيصال كافة الخدمات لأهالي مثل هذه المناطق. عودة لك كاتي ولانا في الاستوديو.